ازيكم؟ كيفينكم يا متابعين على قناة هدية الأكل والخبيز؟ النهاردة هعمل معاكم حلى بسيط، لكن هي من الفاكهة المفضلة عند السودانيين. حلى النهاردة هو كاسترد المانجا. فعندي علبة بتاعة مانجا مكثفة، وعندي نشا هستعمل 3 ملاعق كبيرة، عندي بسكويت الدايجستيف مدروش، ولتزيين الكاسترد وده اختياري هستعمل فستق مدروش، وعندي كمان شوكولاتة غامقة وهي برضو مبشورة ناعمة. ممكن تحط الكاسترد في أي طبق اختياري، لكن أنا النهاردة هحطه في كاسات ترايفل. هعير علبة المانجا المكثفة وعملت معايا 3 كوبايات. هضيف على الـ3 كوبايات المانجا كوبايتين من المية، وهستعمل الوعاء عشان أعير بيه. هحصر على خليط المانجا نص ليمونة بس علشان أحصل على طعم المانجا السودانية السنارية. هقلب الخليط مع بعض بس عشان يتمازج. لاحظوا معايا الحتة دي، أنا حاسة هضيف 3 ملاعق من النشا وهدوبهم تدويب تاما قبل ما أطبخهم على البوتاجاز. لازم أدوب النشا مع الخليط في الأول قبل ما أسويه على النار علشان ما يكلكحش معايا ويعمل تكتلات. الخطوة دي والإضافة دي اختيارية. هنا ضفت 3 ملاعق من السكر ودوبتهم مع خليط المانجا. قبل ما أبتدي أسخن الخليط على النار وأطبخه، هبتدي أوزع البسكويت على كاسات الترايفل في الأول. هنا برضو البسكويت اختياري وممكن مضي فيه أو تحطي قطعة صغيرة من الكيك. على نار متوسطة هبتدي أعمل خليط المانجا وأضرب فيه باستمرار لحد ما يتقل معايا ويبتدي يسخن ويعمل فقاقيع من فوق. زي ما شايفين هنا كل الفقاقيع ابتدت تظهر على السطح والخليط تقل معايا. هطفي على النار وهبتدي هوزع الخليط او المانجو كاسترد على كل كاسات الترايفل. طبعا اسهل طريقة انك انت تكب الخليط كله في جج وبعدين تعبيه الكاسات الترايفل عشان ما تعمليش كل الحاجات اللي حصلت معي واضطريت انظف كاسات الترايفل. كاسترد المانجو ده جميل وطعم جدا جدا، وممكن تحوليه لايس كريم لو عندك مكنة الايس كريم. خلاص بعد ما خلصت تعبئة كل الكاسات بالمانجو كاسترد، هبتدي أجيب الفستق وأزينه على الوجه من فوق. وطبعا فستق والمانجا حاجة جميلة جدا جدا. وبعد كده هبتدي هجيب الشوكولاتة الغامقة وهزين الأطراف بيها. يا سلام، شوفوا المنظر رائع ازاي لما تكون عندك مانجا صفرة وفي النص الأخضر اللي هو الفستق وحوالينه الشوكولاتة الغامقة. وبقى لو انتوا دقتوا حس كاسترد المانجو ده حاجة خيالية جدا جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوه بعد كده. شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو، من فضلكم دعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي Gift of Food and Baking لحد ما ألقاكم في فيديو جديد بوصفة جديدة. يلا مع السلامة.